سلام هافالنو، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. طبعا هافالنو مثل ما بتعرفوا انه انتشرت على كثير صفحات الفيسبوك انه الشاعر الفنان الكردي فرهاد مردي انه استشهد. هالمعلومات غير صحيحه، والشاعر فرهاد مردي بخير وبصحه عافيه. ما في اي معلومه انه استشهد وهيك شيء، هذا كله كذب. انا بعطيكم المعلومه الصحيحه انه هبال فرهاد بالف خير وبالف سلامه، نتمنى الشفاء العاجل له، وتحياتي لكم كلياتكم، واتمنى لا حدا ينشر معلومات غير صحيحه عن هالموضوع. سلام قلي هبالا، وان شاء الله بيومين من حبيب باشبين هبالنو جبو مسلا هون رمندي مي كردا فرهادي مردي ذاتا منحميزا بإيرو تشبير شيبو، وقال لك اخبار دكتن قوها بالي فرهاد شهيد كتيا ام دبيجن انه اب معلومات غير صحانا غير مزبوطا. هبالي فرهاد بخير وسلامتا وروشاوي قلكي باشا، بس بلي دمك البالي بوم الخستخانية وجاني ويناكي ساغا وروضعيناكي قلكي باشا، بس بيبي ما تكس معلوماتي غلط بلا ناكي جبو خاطري كيفات جمن نوي. هبالي فرهاد ساغا وبيجي برخودانا ايبكي بيجي برخودانا ايبجي وسعدا وحمية خوش.